أصيبوا رد الداخلية بمالكي المركبات بمختلف أنواعها سرعة التوجه لإدارة المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني. وأكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائد المركبات المخالفة اعتبارا من الأول من سبتمبر القادم. يذكر أن الملصق الإلكتروني يعد أحد عناصر منظومة النقل الذكي لإدارة حركة المرور إلكترونيا لتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم. كما تهيب وزارة الداخلية قائد المركبات من مستخدمي طريق القاهرة الإسكندرية العلمين الصحراوي اتجاه مطروح للالتزام بالسرعات القانونية المقررة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائد المركبات المخالفة، وذلك من خلال إدارة حركة المرور على هذه الطرق لتفعيل منظومة رادارات وكاميرات متطورة، وذلك حفاظا على أرواح وممتلكات مستخدمي الطرق وتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم.